ندى، ندى بنتي. ندى، ندى، ندى. ماما، ماما، شو صار معك ماما؟ الدواء اي ما اجيب لك اياه. ما لقيته هون. ندى، يا الله وين حطيناه؟ ها لقيت الدواء. يلا خدي امي. امي صرتي احسن؟ لحقتيني باخر نفس، لازمني علبة جديدة. تعالي حبيبتي قومي ارتاحي. اهلا وسهلا جميل. طمني ان شاء الله لقيت شغل. بابا خلص الدواء تبع ماما وهي كتير تعبانه، خلينا ناخدها على الدكتور نطمن عليها. ما معنا مصاري ناخدها على الدكتور؟ ما انكن شايفين لهلا ما لقيت شغل. اتركوني بحالي مو ناقصني. إن شاء الله صرتي أحسن ماما. أنا منيحة حبيبتي، بس الظاهر وضع أبوكي هو يلي مو منيح. سلمى مو بردانة؟ ليش قاعدة برا بهالبرد؟ متضايقة شوي جميل. بعرف السبب، زعلانة مني. سامحيني سلمى، اليوم كنت مزعوجة شوي. كنت موعودة بشغل وقالوا لي رح تبلش وأنا تأملت فيه، وبعدين أخذوا واحد غيري بس لأنه عنده واسطة. انزعجت كتير وفوقها التقيت باللي بدهم مني مصاري وهددوني. آسف. حقك علي سلمى. أنا مو مشكلة، بس بنتنا مو قدرانين نشتري لأي شي ابنه، كل أغراضها قديمة. أحذيتها صار لهم سنتين، صاروا صغار عليها. بعرف، بس مو طالع بإيد شي، ما في شغل، ما ضل حدا إلا ما سألته. كلهم عم يقولوا لي نفس العذر، كرهت حالي. الله كبير وأكيد رح يفتحها بوشك، أنت بس اصبر شوي. شو رأيك ما ناخد البنت على المدرسة؟ أحسن ما تنحرج وتخجل قدام رفقاتها. أوعك تفكر بهيك شي، ندى كتير بتحب المدرسة وبدها تتعلم.
جميل، مشان الله لا تعمل هيك. لو كان بدك كنت لقيت شغل، فيك تشتغل أي شيء. شوف، أنا بدي أشتغل بتنظيف البيوت، حتى أني خبرتها لنسيبة، قالت لي في بيتين. بس أنت مريضة. وإذا ما في حل تاني؟ الشيطان عم يلعب بعقلي. أوعك، لا تكفي. شو ما صار وقد ما كان وضعنا صعب، ما باكل مال حرام. جميل، جميل، وقف. ندى يا حبيبتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.